حكاية من أحلى الحكاية، نحكي لكم حكاية تابعوها من البداية معا حتى النهاية. قصة جميلة هادفة مفيدة، قصة جميلة هادفة مفيدة، أحداثها فريدة، حكما عبرا وصايا من أحلى الحكايا، من أحلى الحكايا. نتسلى لكننا من قصتنا نستفيد، نتسلى لكننا من قصتنا نستفيد، لأنها ملأى بما يسلينا وما يفيد. هيا معا هيا بنا منها ننهل المزيد، من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، تابعوها من البداية معا حتى النهاية. قصة جميلة هادفة مفيدة، قصة جميلة هادفة مفيدة، أحداثها فريدة، حكما عبرا وصايا من أحلى الحكايا، من أحلى الحكايا. تفضل المس لتعرف جودته. جزاك الله خيرا. معطف من صوف الغنم يقيك برد الشتاء، تعال واشتري. هيا صدقة، الصدقة تطفئ غضب الله، صدقة يرزقك الله أضعافها، صدقة. يا رب ارزقني يا رب. ما نوعها؟ إنها من النوعية الجيدة، لا حاجة لي بها. توقفوا، أرى مضاربة من بعيد. عفوا يا أبي، هل سنشتري الخضار واللحم؟ سنبتاع كل ما نحتاجه ونرتاح قليلا. أهلا وسهلا بحجاج بيت الله، حمدا لله على السلامة، على الرحب والسعة، تفضلوا.
أهلا. تعالوا هيا، أهلا بكم. من القادمون إلينا؟ من أين أتوا؟ هل سيقيمون هنا أم لا؟ يبدو أنهم حجاج عائدون لديارهم. ألا تعرف شيئا؟ لابد أنهم سيمرون من هنا. أرجو ذلك. هذا سوق المدينة؟ إنها من المدن العربية، لم نمر بها. بلى، ولكن لم نمر بالسوق. لابد أن والدي يعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألا تريد أن تتصدق؟ يعطيك الله. استعدوا للرحيل يا رجال، هيا هيا فلنتجهز للرحيل. هيا نجهز أمتعتنا، هيا أسرعوا كي لا تفوتنا القافلة. هيا هيا تحركوا أسرعوا، هيا هيا تحركوا أسرعوا. إلى أين وجهتكم يا أخي؟ إلى ديارنا نتابع المسير. ألا نستطيع الانضمام إليكم؟ على بركة الله، إذن هيا انضم للقافلة، توكلا على الله. نصحبكم للمدينة التالية. أهلا وسهلا بالصحبة الصالحة. تحركوا. تمسك جيدا كي لا تسقط. توكلي على الله أمي، بارك الله بك. سبحان الله يا ولدي، إنها عاطفة الأم تخاف عليك أكثر من روحها. هيا أزرع أزرع، هيا هيا. لماذا يسرع يا أمي؟ اسأله يا بني. هيا أسرع، لقد أدركني التعب، الطريق طويلة. هيا هيا اصبر عليه يا جدي، ولا يجب أن تسرع. لا أدري لماذا يحب الجمل، الفرس كانت مريحة له، لكن الرحلة طويلة. أما زالت المدينة بعيدة. يا بني لقد تعب الجمل، وتعبت كثيراً. الجمل أم أنت؟ أنا والجمل يا بني. الصحراء شمسها حارة جداً، والجمل يبدو أنه تعب جداً جداً. بكل خطوة حسنة يا أبي. أشعر بدوار في رأسي، الحرارة هنا عالية. عندما سأصل سأنام يومين. أنا تعب جداً. إن شاء الله يا أبتاه، عندما نصل لديارنا ترتاح. ترى الجمل ريثما ارتاح قليلا. كما تريد يا أبتا. بارك الله فيك وجعلك من البررة. كم بقي لنا؟ يوم؟ لا تعد يا بني، الله الميسر. أغثوني أبا معتصم، سقط أبي عن الفرس. يا الله، ساقي ساقي تؤلمني. هون عليك يا أبي. خيرا إن شاء الله. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكنني أسألك اللطف فيه.
لا عليك يا عم، دعني أرى الإصابة. أرجوك لا تؤلمه، إنه متعب جدا. إن شاء الله ستشفى قبل أن تصل المدينة. كيف العم الآن؟ ماذا حدث؟ يبدو أنك لم تنتبه. نسأل الله حسن الختام، الحمد لله على كل شيء. العمر المديد إن شاء الله، لا بأس، إنها إصابة بسيطة. الله المعين يا بني. ستشفى بإذن الله. سنحمله ليمتطي الفرس، هل تستطيع يا عم؟ يا الله. اطمئن يا عم، أسبوعان وستجبر بإذن الله. استعدوا للرحيل. توقفوا، الرياح تشتد، احذروا مدى الرؤية يضعف. يجب أن ننبه الجميع. صدقت يا أخي. توكلوا على الله تعالى. تشتد أكثر، إنها عاصفة. يا عاصفة، إنها عاصفة. انتبه يا عاصم، انتبه يا ولدي. توكلوا على الله، لا تخافوا. اذهب واختبئ يا عاصم. هيا يا ولدي اختبئ، هيا هيا. اغمض عينيك يا عم، توكل على الله. تمسك. لا ارى شيئا. اصبر عليه يا عم، إنه يشعر بالعاصفة أكثر منا. أعرف هذا. أجبكها أبي. الحمد لله أنت بخير. حالما تفك العقدة سأزر الأمتعة. اذهب يا عم لتحتمي من الرياح. هيا اذهب. لا أستطيع لوحدي. كيف سترتفع الخيمة بهذه الرياح؟ قل لي. توكل على الله فقط. الحمد لله على كل حال. ما هذا؟
لله. انتهت العاصفة حمدا لله على السلامة. أريد بعض الماء. اترك لي بعض الماء. اترك لي شيئا من الماء. تفضلي يا أمه. اشرب الماء. يسقيك الله من الكوثر. جميعا إن شاء الله. هنيئا لك يا أمه. الحمد لله. شدها أكثر. هيا. لننهي خيمتنا ولنستريح قليلا. هيا بنا. جيد. هيا. قلت لك تمهل فلم تسمع. أمه الألم فظيع. أصبر يا بني أعرفك شجاعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أرجوك عالج ولدي. أرني الألم يا بني. أرني لأعرف علاجه. ساقي. إنها ساقي. لا بأس. سنعالجها بالأعشاب. الحمد لله وصلت في الوقت المناسب. من أين نأتي بالعلاج؟ قدر الله وما شاء فعل. انتهينا. انتهينا. استريح الآن وغدا تكون أفضل بإذن الله. ما بك يا بني؟ ماذا أصابك؟ أجبني. هيا. إنه بخير إن شاء الله يا عم. بارك الله فيك. السلام عليكم. ما شاء الله، لقد أقاموا مضارب هنا. بارك الله بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا جمال. عودة ميمونة وحجا مباركا يا أبا معتصم. كيف حالكم؟ الحمد لله. ضع الحساء على النار واتركه قليلا. سبحان الله، المسلمون أخوة. التعاون واجب على كل مسلم. صدقت يا أبا جمال. هيا أسرع قبل نضوج الحساء. إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. بعد صلاة الفجر نشد الرحال بإذن الله تعالى لنعود لديارنا وأهلنا. الطعام يقوي الجسد ويعينك على السفر.
إنه يصلي قيام الليل؟ لذة المناجاة ليست من الدنيا، إنما هي من الجنة. ما بك؟ ماذا تتحدثان؟ نتحدث عن هذا الرجل الصالح، إنه في الجنة والله أعلم. المصلون هم ورثة الفردوس، وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه. إنه رجل صالح. قيام الليل عسير إلا على من وفقه الله لذلك. أجل، كلامك صحيح. للدنيا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة. الله الهادي سبحانه. أجل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله. إنه الكريم المنان القديم الإحسان. الله سبحانه وتعالى يجزي من يكون خاشعا في الصلاة وفي غير الصلاة وفي خلوته. نعم، هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى يطلع على كل عبد ويعلم ما يفعل من خير ومن شر. نسأل الله الثبات. هيا نذهب إليه وننهل من علمه وفقهه. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله منك ومن العمل الصالح. منا ومنك. الله إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته يمتحنه في الأوقات العصيبة ليعاقبه. أستودعكم الله. بأمان الله. توكلت على الله. سبحان الله. ليرعاك الله في طريقك. من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، تابعوها من البداية معا حتى النهاية. قصة جميلة هادفة مفيدة، هادفة مفيدة، أحداثها فريدة، حكما عبرا وصايا، من أحلى الحكايا، من أحلى الحكايا. نتسلى لكننا من قصتنا نستفيد، نتسلى لكننا من قصتنا نستفيد، لأنها ملأى بما يسلينا وما يفيد. هيا معا هيا بنا منها ننهل المزيد، من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، من أحلى الحكايا نحكي لكم حكايا، تابعوها من البداية معا حتى النهاية. قصة جميلة هادفة مفيدة، قصة جميلة هادفة مفيدة.
أحداثها فريدة، حكما عبرا وصايا، من أحلى الحكايا، من أحلى الحكايا.